فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يحتج بالذنب بعد التوبة منه بالقدر كما نسب هذا القول لابن القيم رحمه الله؟ هذا كذب، لا لا لم يقله ابن القيم. الذي يتوب إلى الله يندم على ما فات ولا يحتج بالقدر، يندم. من شروط التوبة الندم على ما فات، ولو كان القدر حجة لما ندم عليه. نعم، فنسبة هذا إلى ابن القيم كذب وباطل. نعم.